مرحبا برج الميزان، أهلا بكم. بشكل عام برج الميزان، الشخص القادم في طريقك هو شخص حاليا وضع عادي، وحاليا وضع بسيط، ولكن الطاقة النارية المهيمنة على القراءة تقول إن هذا الشخص راح يغير مجرى حياته، راح يصير له تأثير كبير، نجاح كبير في المستقبل، وخصوصا في مجال الإعلان. أوكي، هذا شخص ما راح يقبل فقط بوظيفته الأساسية أو وظيفته العادية، عنده طموح، مو طموح، لا، عنده موهبة، وهذه الموهبة هي اللي قاعدة تدفع. ساعات الطموح لما يدفعنا هي رغبتنا إن احنا نكون أكثر من كذي أو ننجح أكثر من كذي. هذا شخص أساسا الحظ أو النجاح قاعد راح يطرق بابه في المستقبل، هذا اللي راح أنبهكم عليه، حتى لو وقت اللقاء التقيتوا فيه وظيفة عادية أو وظيفة روتينية. حروف اسمه، عندنا حرف العين وحرف الهاء. برجه، ممكن يكون من برج الحمل، الطاقة النارية واضحة، زين، الطاقة الترابية أيضا واضحة، ممكن يكون جدي أو ثور. وقت اللقاء، وقت اللقاء راح يكون في سنة زوجية، يعني ممكن يكون في 2020، أنا تعتبر سنة زوجية 2022 لأنها سنة زوجية. أوكي، شهر اللقاء أيضا راح يكون خلال شهر 4 هو شهر أبريل. أوكي، هذا هو وقت اللقاء. أغلب الاحتمالات أن التواريخ راح تكون زوجية في وقت لقائكم. إنزين، خلنا نشوف مكان اللقاء. برج الميزان، انتوا راح تكونون ذاهبين الى مكان مو جديد عليكم، يمكن مجمع، يمكن سوق، يمكن حتى جامعة، ممكن يكون اي مكان. اوكي، ولكن هذا المكان جددوا فيه او ضافوا اليه محل جديد، قسم جديد. اوكي، هو بيكون تبع هذا القسم الجديد او وكلوا إليه عمل بخصوص هذا القسم الجديد، ممكن يكون محل جديد في السوق، مطعم جديد في مكان أنتم اعتدتوا أن تذهبون إليه، قسم جديد افتتحوه في مستشفى، قسم جديد، كلية جديدة في الجامعة، المكان جديد افتتاحه. أوكي، على الأغلب بيكون هو هناك يعمل أو ينظم، عنده وظيفة تنظيمية. انتوا هناك رايحين لان هذا مكان انتوا ترتادونه بالعادة، ليس جديد عليكم، واذا مو انتوا تترددون اليه فاحد من اهلكم، يعني احتمال كبير يكون مثلا برج الميزان ذاهب يوصل او يرافق احد الى الجامعة، احد الى السوق، احد الى المستشفى. مو شرط ان انت تكون الشخص الاساسي، ممكن ان انت ذاهب ترافق احد. اوكي، مواصفات شكله، هذا شخص طويل، صعب انك ما تلاحظه لانه ليس متوسط الطول، يميل انه يكون طويل، رشيق، جسمه متناسق. اوكي، وقت لقائكم راح يكون لابس قميص ابيض او على الاقل قميص سادة، زين، جينز اسود. هذا الشخص شعره مرتفع، يعني شعره ليس منخفض او خفيف، مرتفع، يمكن يسوي تسريحة معينة خليه مرتفع. أوكي، لطيف بالكلام، ولكن أيضا كلامه مقتبض، يعني كلامه مختصر، زين. عنده تقاطع بوجهه، صغير السن في العشرينات، ولكن في عنده تقاطع في وجهه، إذا مو في العشرينات على الأقل بيكون أصغر من 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 شكله، لأنه في عنده تقاطيع بوجهه المفروض ما تكون ظاهرة عليه في هذا السن، إما خطوط الابتسامة اللي تكون جنب الفم أو في الجبهة. في أشخاص حتى عمرهم 14 سنة بسرعة تطلع لهم خطوط الجبهة، لأن دائما يرفعون حاجبهم أو يسوون تعبيرات بالوجه تخلي هاي الخطوط تظهر عندهم، الجبهة أو جنب الأنف. أوكي، شنو بعد؟ شعره مو أسود، بني غامق، وأيضا لون شعره مثل لون عينه هذا الشخص.
ما في اي ملامح زيادة مميزة عشان اعطيكم اياها. بشرته تميل الى انها تكون حنطية او فاتحة، اوكي، ليست سمراء. خلينا نشوف اطباعه. هذا شخص جدا في العمل محترف او لبق، عنده تعامل مع الناس، ولكن كأنما ما يسمح لهم بسرعة ان يتقربون منه، او يعني يحط خط واضح. حتى لو انت حاولت تتقرب منه برج الميزان، هو يحط خط واضح ما بين الاحتكاك والتعامل مع الناس وخدمتهم، وما بين اني ادخل معاك في علاقة شخصية. حذر، ياخذ وقته، ما يستعجل في العلاقات، يحسبها صح، اوكي. لبق بالتعامل، نعم، سريع الفهم بس كلامه بطيء، بسرعة يفهم بس ياخذ وقت لما يقول كلمة، يحسب الكلام ألف حساب، ولما يقول الكلام يكون يقصده، يحاول انه ما يجرح الناس، بس يقصد كلامه، لانه ياخذ وقته في الكلام او عشان يرد، اوكي. هذا شخص نوعا ما تقليدي وغير تقليدي في الاكل، يحب ياكل شيء قديم وشيء تقليدي مثل التمر. يعتمد على الدولة اللي انتم موجودين فيها شنو راح يعتبر الاكل التقليدي، هل هو الشاي، هل هو القهوة، هل هو الزيتون، هل هو التمر، هذا راح يعتبر شيء تقليدي. وعندنا ايضا يحب وجبات الدجاج اللي تكون من محلات الوجبات السريعة الفاست فود، وهذا يعتبر غير تقليدي. عنده حب للأكل، خصوصا الوجبات السريعة اللي فيها قلت لكم. فهني عندنا نوع مو من التناقض، يجمع القديم والحديث. انزين، هذا شخص كان له، شوفوا، ما طلع الدنيا بين يوم وليلة، حاول في مجالات وايد، انه هو جرب مجالات وايد، جرب انه يلعب كرة ويحترف، ما مشى معاه الموضوع، او هو قرر انه لا يجد نفسه في هذا المجال، مجال الكرة او مجال شيء في الرياضة، ممكن يكون سباحة، ممكن يكون كرة الطاولة، اوكي. وبعدين عندنا ايضا جرب في مجال متعلق ب، هو عنده حب لأشوف الحيوانات الأليفة، ممكن يكون الطيور او الحصان الأحسنة، اوكي. وايضا فترة من الفترات اشتغل في هذا المجال، يبيع ويشتري، والحمد لله طلع لنفسه دخل في ذلك الوقت، ولكن ايضا تعب بسرعة، يتعب او يتملل، يجرب الشيء بعدين يتركه. فهذا شخص قبل ان تلتقون فيه وهو يعمل انزين في هذه الشركة، في هذه الجهة، هو شخص جرب كذا مجال اخر، اوكي. وهذا ايضا شخص لا يعتمد فقط على وظيفته الاساسية، دائما يكون عنده، ما بقول لكم مشروع، بس عنده دخل ثاني، هواية او عمل، شيء يديره، حتى ممكن يكون حساب انستغرام، عنده طاقة اعلامية. وممكن هذا الشخص موهبة القادمة اللي راح تطلع خصوصا بعد الزواج ونجاح بيكون فيها، هي الاعلام اللي يكون عن طريق الانستغرام، ومو اعلام واحد، راح يملك عقب فترة كذا حساب في كذا موقع تواصل اجتماعي، ويديره وايضا يدير عليه مدخول من اجل الاعلانات، اوكي. فهذا الشخص لا يعتمد على مدخول واحد فقط. انزين، يحب يعتمد على نفسه، وايضا يحب اعمال الخير، يعني على دائما، مو مضطر هذا الشخص ان يساعد الاخرين، خصوصا هو ليس ثري جدا، اوكي. هو يملك وظيفة وايضا يملك دخل اضافي، وهذا الدخل راح يزيد بعد الزواج. زين، طاقته انه من الاشخاص اللي بعد الزواج الله يبارك لهم وزيد لهم في الرزق، بس مع ذلك يساعد الناس. يعني مثلا لو كان يملك حساب انستغرام، بتشوفونه مثلا مرة في الشهر او مرة في الاسبوع ينزل اعلانات مجانية لدعم منتجات محلية، لدعم الاسر المنتجة، هاي طاقته. ما ينسى الاشخاص المحتاجين، وعلى قدر ما الله يؤتيه يساعدهم، عنده تعاطف تجاه المحتاجين، يمكن لانه هو في السابق ايضا كان محتاج. ماذا سيقدم لك قبل الزواج؟ زين، هني نتكلم عن الحسابات المتعددة اللي هو اصلا يديرها غير عن وظيفته. راح يقدم لك، اشوف
تذكرة أو دخول مجاني إلى شيء معين باقي الأشخاص يدفعون من أجل أن يدخلون إليه أو يستعملونه، هو راح يقدم لك دخول مجاني. أوكي، محادثات أيضا بعيدة المدى، نتكلم عن محادثات الهاتف ولكن المكلفة، يمكن هو راح يسافر ويحرص أن يتصل فيكم وهو على سفر. أوكي، هذه المحادثات. وأيضا راح دائما يكون يرسل لك كل ما بين فترة وفترة يرسل لك شيء من اختياره، هو شيء جديد يرسله لك عن طريق البريد أو عن طريق مندوب، لأن هنا كأنما أنت تفاجأ باتصال هاتفي أن في طلبية أو طرد راح يوصل لك يا برج الميزان عن طريق هذا الشخص. أوكي، راح يفاجئك بهاي الطرق. وأيضا من الأشياء اللي راح تصير قبل الزواج هو أنه يحرص أنه في تفاهم بينكم، أن حياتكم تبتدي ببساطة خصوصا في البداية، يبي أن حياتكم تبتدي ببساطة بعيد عن التكلف. إنزين، طاقة برج الثور عندي هنا قوية، ما أدري ليش، الجدي أيضا. خلنا نشوف أسرته. هذا الشخص حكت الحياة بكير، اضطر أن يعتمد على نفسه بكير، عنده أخوان وأخوات ما شاء الله، لأن احتمال أيضا أبوه أنه متزوج أكثر من مرة، فعنده أخوان وخوات من كل زوجة. أوكي، هذا شخص أيضا قاعد يعين بشكل شهري، يعين أهله، يعين المحتاجين. ترى هذا ما يبذر في النعمة، قاعد يعين المحتاجين، يعني مثلا يعطي أمه مبلغ من أجل مصاريف أساسية، يدفع مصاريف من أجل أخوته، قاعد يدرس أخوانه في الجامعة، قاعد يدفع مبلغ عشان مصاريف الدراسة من أجل أخوانه. هذا هو نوع الأسرة اللي يأتي منها، فأسرة متكاتفة، أسرة إذا أنت أخذت لها برج الميزان راح تكون جزء منها، لأن همومهم راح تصير همومكم. فهذا ما عنده طاقة، إذا شفت القراءات السابقة ما عنده طاقة أن أموالي ونعمتي فقط حق نفسي، لا، يشرك فيها مو بس أهله، حتى الناس خصوصا المحتاجين، ما يصرفها من أجل الترفيه، يصرفها على المحتاجين، فعنده من أهله محتاجين ويعتمدون عليه، أصغر من أخوة. أوكي، كثير الانشغال، وراح يزيد انشغاله، النصيب راح يكون كذي، راح يزيد انشغاله بعد ما تتعرف عليه، بعد ما تدخلون في علاقة، راح مع الوقت كأنه ما يعتمد عليك أنت أن تقوم بالكثير من الأمور، لأنه هو كأنما عنده كذا عمل، عنده كذا مصدر رزق يداريهم، فيعتمد عليك أنت أن تقوم ببعض الواجبات من أجله، ويؤمنك أيضا على الأموال، يؤمنك أن خل هذا المبلغ خل عندك على جنب، لكن على الأغلب هذا بعد الزواج. خلنا نشوف الحين وين راح تعيشوا مع بعض. أصلا ما في مكان، أشوف ما في مكان في بيت أهلهم عشان أنتوا تسكنوا فيهم، تسكنوا فيه يعني، ما في مجال، بيت أهله ما يسمح. فهذا الشخص راح يختار مكان قريب من مقر عمله أو مكان بزنسه. أوكي، مكان يوفي بالاحتياجات الأساسية عشان يستأجره في البداية، لأن في بداية حياتكم الزوجية مع بعض راح يكون في الكثير من التنقل. أوكي، كذا مكان وين ما يأخذ عمله أنتوا تنتقلون. أوكي، وفي البداية إيجار لحد ما الله يفتح عليه وصير عنده هاي الدخل، لأن حاليا عنده دخل إضافي، بس مسألة أن الدخل الإضافي يصير بشكل دائم بشكل يومي يقدر يعتمد عليه، فعلى أساسه بعدين يشتري بيت. أوكي، بس شو بداية حياتكم؟ في الكثير من التنقل. ماذا سيحب فيك برج الميزان؟ هذا الشخص راح ما ينسى وقفتك معاه، أي شيء تتنازل عنه خصوصا الأشياء متعلقة بالماديات، أي شيء تتنازل عنه وتوقف معاه فيه. أوكي، حتى لو ساعدت أهله مثلا وأحسنت لأهله، هذه الأمور كلش ما راح ينساها،
وراح تخليه جدا وفي معاك في المستقبل وجدا متمسك فيك في المستقبل، اوكي؟ عكس اذا اخترت طاقة مثلا انه تبث الخلاف مع اهله، او تقول له لماذا انت قاعد تساعد اهلك، انت ما المفروض تساعدهم، هاي الطاقة، اوكي؟ اي تخلي عن المادة في بداية ارتباطكم وزواجكم راح يأتي بثمار كبيرة في المستقبل مع هذا الشخص، اوكي؟ خلينا نتكلم عن الامور الاولية اللي راح يشوفها فيك ويلاحظها ويحبها. راح يحب فيك العطر المكرر، اذا انت، لان هذا كأنه ما شخص يتذكر، اوكي، ما ينسى. فاللي راح يأتي بالنتيجة معاه ان انت يكون عطرك signature perfume، ان انت يكون عندك عطر ثابت هو اللي دائما تستخدمه، هو دائما اللي يشمه فيك او يلاحظه فيك، اوكي؟ احب المكياج الطبيعي اللي ما فيه كثير من الالوان والتصنع والمبالغة، انا ايضا انسان غيور، اوكي؟ واحب الصوت الهادئ. ممكن تتخلى عن هذا الهدوء لما تكونون بروحكم مع بعض تماما، ولكن امام الناس، امام اهله، في الاماكن العامة، يحب ان انت تكون صوتك هادئ. خلي الحين نسحب كرت نشوف هل راح يكون من مدينتك او مدينة اخرى، من دولتك او من دولة اخرى. هذا الشخص يأتي من منطقة انتو تركتوها من زمان، او منطقة احد اجدادك يأتي منها، مو منطقتك الحالية، نعم من نفس الدولة، ولكن مو منطقتك الحالية، منطقة قديمة. يعني مثلا لو كنت انت من الجنسية، مجرد مثال، لو كان الحين نتكلم عن برج الميزان، زين، وبرج الميزان هو من الجنسية السورية بس صار له فترة طويلة عايش في الاردن، هذا شخص احتمال كبير انه يأتي من نفس جنسيتك القديمة، مكانك القديم، اوكي، الجنسية السورية، وكذلك انطبق الموضوع على نفس المنطقة، اوكي، راح يأتي من منطقة احد اجدادك كان موجود فيها بس انتو تركتوها، او مسقط رأسكم منها وانتو تركتوها. الحي اللي يأتي منه هذا الشخص ليس حي راقي، لازم اكون صريحة معكم، ليس حي ثري ولا حي راقي، حي بسيط، حي قديم، حي ضيق. ولكن الجميل والخبر في الموضوع ان، شوفوا، سبحان الله، لله في خلق شؤون. الكثير من الاشخاص الله ما يفتح عليهم باب الرزق بشكل كبير الا لما يتزوجون ويصير عندهم ابناء، وهذا هي طاقة الشخص القادم في طريقك. فانت لازم تكون مو بس تقيم الشخص على اساس وضعه الحالي، تقيمه على اساس احتمالية انه في المستقبل يصبح